طبعا بحر النجف يعتبر واحد من الاماكن المهمه التي انتجت عنها الكثير من الاطروحات الدكتوراه وايضا رسائل الماجستير، والفت عنه الكثير لانه يعتبر مصدر غني للثروات لما فيه من موارد طبيعيه وايضا معادن، وكذلك يعتبر من اكبر تجمع للمياه الجوفيه في العراق. ممكن جدا انه تستثمر الدوله ومو فقط سياحه داخليه وانما حتى سياحه خارجيه سواح اجانب. يعني احنا بالذات كليه الاثار مثلا عندنا تعاون ويا الاتحاد الاوروبي، وجدت كذا بعثة أوروبية من 4 سنوات بالبحث بآثار النجف والحيرة بالذات الآثار المسيحية، لكن للأسف مهملة من قبل الدولة. يعني حتى طريق ماكو إلها يوصل، لا إدامة لا تنقيبات بها، طبعا يد الإهمال طالتها مثل كل مرفقات الأخرى بالدولة. هذه المنطقة فيها آثار يعني حيوية تعود لما قبل الإسلام، ربما نستطيع أن يعني نستثمر هذا المشروع ليدر على الدولة أموال في الموازنات، وأيضا تشغيل أيادي عاملة للنجفيين وغير النجفيين. مئات الآلاف من الكيلومترات في النجف وباقي المحافظات غير مستغلة، وهي كلها يعني ممتلئة بالآثار. مناطق سياحية حلوة ومحافظة النجف تفتقر هذا الشيء، يعني نحتاج انه واحد يهتم بها، ساعد العوائل انه الترفيه الها.